هنبدأ بالفراخ على الطريقة الإيطالي. وأنا هنا مستخدمة صدور فراخ مخلية من الجلد والعظم، ومقطعة الصدر على 2 بالعرض، غسلته كويس جدا بالدقيق، الخل، الليمون، وشوية من الفلفل الحصى، وكمان شوية من السكر، ونقعته وبعدين صفيته وشطفته. كمان في الطريقة اللي قلتلكم عليها بتاعت جارتي وحبيبتي لبنى، اللي هي بتتغسل بالطحينة، الطحينة الخام، برضو بتجيب نتائج مبهرة الحقيقة. بعد كده عندي ملح وفلفل وريحان وروزميري وزعتر وبابريكا، صدور الفراخ طبعا، بروكلي مسلوق أو مجمد، جزر منقينه صغير قدر الإمكان علشان يبقى مسكر، مستردة بالحب بتاعها، زيت زيتون، وعندي شوية من الرز البسمتي الأبيض للتقديم. بولة هنحط فيها زيت الزيتون، يعني للكمية اللي عندي دي هحط تقريبا 3 معالق كبار، زعتر، روزميري، ريحان هقطعه بإيدي كله فريش اهو، ما عندكوش وهتستخدموا المجفف اوكي، الريحة هنا جميلة، بابريكا مستردة، ملح، فلفل اسود، اقلب، وبعدين اقوم جايبه صدور الفراخ اللي اتغسلت واتصفت كويس جدا جدا، واقوم منزلها هنا. المفروض اسيبها طبعا تتبل فترة طويلة، لو نقدر هتبقى ظريفة جدا وتاخد الطعم احسن. هاخد على الجريل اللي انا مسخناها كويس قوي معلقة زيت زيتون، وفي ووك برضو انا مسخناها كويس قوي هحط فيها برضو معلقة من الزيت. على الجريل هنزل القطع بتاعة الفراخ اللي المفروض احنا سبناها تتبل اقل حاجة مثلا نقول ساعتين، هقوم جاية رصاهم هنا بسم الله. وانا بنزل زي ما بتلاحظوا دايما اني باخد وقتي عشان درجة الحرارة بتاعة الشواية ما تنزلش مرة واحدة، فانا بنزل بالتدريج كده علشان كل قطعة تاخد السخونية بتاعتها مظبوط، والباقي التتبيلة هنزلها على الفراخ، ومش هقلب دلوقتي خالص، هسيبها حوالي 5 دقايق 7 دقايق على اول وش ده قبل ما ابتدي اقلب. في الووك بقى اللي احنا حطيناها على النار هنزل الجزر، البروكلي، هنزل معاهم ريحان، زعتر وروزميري، ملح وفلفل، وده الخضار اللي هيتقدم مع الفراخ. اجيب بقى الطبق الرز الابيض اللي احنا مسويينه، وارص عليه الفراخ اللي استوت خلاص، ونجيب الخضار اللي احنا برضو سويناه،